لو ما شفتش بقى الاجزاء الحق بسرعه شوفهم وتعالى كمل معانا. قبل ما نبدا عاوز اقول ان بجد تعبت في الفيديو ده، فمش هيضايقك لو عملت اشتراك ولايك، بس انا عارف ان ضغطه الاشتراك واللايك صعبه عليك، لكن معلش اتحمل معايا ودوس لايك يا نجم. بنشوف ساندي وهو بينادي على روبين عشان تنقذه، وفجاه روبين بتدخل وبتضرب بلاك كف بيطيرها بعيد، بتقف روبين قدام بلاك، وكمان بروك بيجي وبيتلج الخيوط اللي مربوط بها ساندي وبيحرره كمان. بيقول ساندي ان هو هيروح عشان يساعد كيمون لانه مش هيقدر يحارب حد هنا، وبيسيبهم وبيمشي. نرجع لياماتو وهو واقف مع شينوبي، وبنشوف فار فوق السطح وبيكون على وشه علامه رسمه عين. بنشوف ان دي قدره البنت دي وانها بتقدر تحط على اي حد هي عاوزاه سواء حيوان او انسان الملصق العين ده، وبتشوف كل حاجة في اونغوشيما، وبتعرف مكان مونونوسكي والباقيين، وبتعرف كينج واتباع كايدو. بعدها ياماتو بتاخد بالها من الفار وبتضربه وبتقتله، وبيطلع ان الفار ده سايبر. بعدها بنشوف اتباع كايدو جم على مكان ياماتو، بتاخد ياماتو مونونوسكي جوه اللبس بتاعها وبتطلع عشان تحارب اتباع كايدو. بتقدر هي وشينوبي انها تضرب اتباع كايدو كلهم. نرجع لكاروتو وواندا، وبتكون واندا مصابة وفاقدة الوعي. بيفضل بيروبيسو انه يتريق عليهم لحد ما كاروتو بتغضب جامد وبتطير عليه، بيلف نفسه بالحلويات بتاعته بيعمل درع على جسمه، وبتهاجم كاروت عليه وبتقدر تسيح الحلوى اللي عليه وبتضربه وبترميه كمان. بترجع كاروت تهاجم عليه لكن وفجاه قوتها بتختفي بسبب ان القمر الغيوم غطته. نرجع لياماتو وهي نازله في اتباع كايدو ضرب وبتهزم فيهم، وبيحاولوا يهربوا عشان يروحوا لمكان امن. نرجع لبروبيس وبيكون تعبان جدا من القتال وبيضطر يسيبهم وبيمشي. بعدها بنشوف البيج مام وكايدو وهم واقفين قدام السوبر نوفا كلهم، وبيكون لوفي تعبان جامد، وفجاه بنشوف كايدو وهو بيظهر تحول جديد، وبيكون الطاقم قلقان من التحول ده وبيقولوا انه اول مره يسمع عنه او يشوفوه. بيطلب لوفي من زورو انه يحميه لحد ما ينام شويه عشان عاوز يستعيد قوته. بيقف زورو بيقول له نام واعتمد عليا. بيقفوا هم الاربعه في مواجهه اليونكو كايدو والبيج مام. بيهاجم كيلر بهجوم سريع جدا على كايدو لكن كايدو ما بيصدهاش وبيقف يضحك، وبيهاجم هو عليه وبيطيره كمان. بيقول له ان الجلد بتاعه كده بقى اقوى 10 مرات من اللي قبله. نرجع لجاك وبيكون عرف ان لو نقل كل الساموراي في مستودع الكنوز اللي في انغوشيما، وبتكون البنت دي بتراقبهم وبتعرفهم على مكانهم وكل تحركاتهم. وبنشوفهم هم متعالجين لكن مين اللي عالجهم محدش لسه يعرف. نرجع لتشوبر وهو بيقاوم الفيروس بالعافيه وعلى وشك التحول خلاص، وكمان الساموراي بدا يفقدوا وعيهم، لكن بيجي هاغور وبيحاول يشجع فيهم عشان ما يفقدوش تركيزهم. وبيقف ابو هو كمان وما بيكونش عارف ياخد العلاج من تشوبر، وبيقف دريك وهاغور في وش اي حد منهم. بيجي شويه ساموراي من اللي كانوا اتباع اوروتشي وبيهاجموا عليه، لكن بضربه واحده من هاغور بيهزمهم كلهم، وبيكون سعيد ان الفيروس استرجع قوته الكامله وبيفضل يضرب في اتباع كايدو. نرجع لكايدو وهو عامل اعصار كبير وبيهاجم عليهم باسلوب النصل القاطع بتاعه، لكن بيقدر زورو يصدها ولو هو كمان. بتهاجم البيج مام على لوفي وزورو بالبرق بتاعها، لكن لو بيقدر ينقلهم في اخر لحظه. بنشوف لوفي وهو بيصحى من النوم بتاعه وبيكون قدر يستعيد قوته من جديد. نرجع لماركو وهو بيهاجم على كوين ومن ضربه واحده بيخليه ينزف دم من بقه، لكن بيقف كوين تاني وبيهاجم على ماركو بالليزر بتاعه، لكن ماركو بيتفاداها وبيطير لفوق. وفجاه بيلاقي كينج بيهاجم عليه لكن ما بيعرفش يسيبه بسبب قدرته. بيطير ماركو وبيهاجم على كيند بضربه قويه جدا بتطيره بعيد، وبيرجع يديله ضربه ثانيه وبيلزقه في المبنى. بيقف كوين وبيرجع لشكله الاصلي وبيقول انا اللي هدمرك دلوقتي، وفجاه بيلاقي رجل قويه جدا من ماركو بتيجي فيه وبتطيره بعيد هو كمان. بنشوف كوين وكينج وهم مهزمين على الارض. بعدها بنشوف تشوبر هو اخيرا خلص العلاج، بس ناقص انه يجربه على حد عشان يشوف مفعول العلاج، وبيضطر تشوبر انه يجربه على نفس الاول، وبيشرب تشوبر العلاج وبيستعيد وعيه من جديد. نرجع للساموراي ويا غورو بيبدا يفقد السيطره على نفسه، وبيطلب من اتباعه انهم يقطعوا راسه لكن ما بيكونش عاوزين يقتلوه. نرجع لتشوبر وبنشوف ان العلاج شفاه بالكامل وبقى جاهز دلوقتي. نرجع لكوين وبيقدر يقف تاني وبيهاجم على ماركو، بيحاول ماركو انه يتفاداها لكن بيجي كينج وبيمسكه بايديه وبيضربه في المبنى اللي وراه. بيروح كوين وبيهدد اتباعه عشان يقتلوا الساموراي، وبيروحوا اتباعه زي الهبل وبيهاجموا عليهم. بنشوف تشوبر وهو بيوصل اخيرا عند ياغورو وبيديله العلاج وبيقدر يرجعه تاني لهيئته البشريه. بعدها بنشوف تشوبر والمساعدين
بتوعه وهم بيجيبوا مدفع وبيحطوا فيه الترياق وبيضرب تشوبر بيه المكان كله عشان العلاج ينتشر ويشفي كل المصابين. وفعلا الكل بدا يستنشق العلاج وبيرجع لهيئته البشريه. بيقف كوين وبيتخانق مع تشوبر وبيشتم فيه لحد ما تشوبر بيروح ويقف قدامه، لكن كوين بيطلع سلاح من بقه وبيهاجم عليه. بنشوف اتباع كوين بيقفوا قدام تشوبر وبيحموه من الرصاص، وكلهم بينضموا لتشوبر عشان انقذهم وان كوين كان عاوز يقتلهم. بيغضب تشوبر من كوين وبيستخدم كره الرامبل بتاعته وبيتحول لقوه الوحش بتاعته وبيضرب كوين كف جامد على وشه وبيزعله جامد. نرجع لكيمون وباقي الاغماد التسعه وهم بيفوقوا اخيرا ومش عارفين مين اللي عالجهم. وفجاه مع صدمه الجميع بيظهر اودين قدامهم وبيقول لهم انه مبسوط ان شافهم تاني. كيمون وباقي الساموراي كلهم مستغربين وبيقول ازاي ده يحصل، ممكن ده هيكون بقدر زوجت توكي ولا ده ايه بالظبط؟ نرجع لياماتو هي لسه بتحارب اتباع كايدو خلاص قضت عليهم. بعدها بيطمنوا على مومونوسكي لكن بيشوفوا مومونوسكي قلقان على كيمون والباقيين وفجاه بيتحول لشكل التنين بتاعه. ولما بتشوفوا ياماتو كده بتستغرب جامد من تحوله ده، لكن بيحكي لها انه لما كان في جزيره بنك هازر كان جعان جدا وهو ماشي لقى فاكهه على شكل تفاحه وبعد ما اكلها تحول للشكل التنين ده. بتقول له ياماتو ان الشكل ده بيشبه تحول ابوها كايدو. بعدها بنشوف السي بي نايت وهم بيتكلموا عن العالم الشهير فيجا بانك، انه مره لما كايدو كان محبوس عندهم اخذ عينه من جسمه وعمل منها فاكهه شيطان نسخه من كايدو، لكن الحكومه ما كانتش مقدره قوه كايدو في الوقت ده واعتبر التجربه كانت فاشله وتم تسليمها لجزيره بنك هازر. لكن لما تحارب الادميرال اكاينو والادميرال اوكيجي اتدمرت القاعده اللي كانت هناك وقفلوا على المكان كله. نرجع لكيمون وباقي الساموراي وواقفين قدام اودين بيقول لهم انتوا كنتوا فاكرين ان انا هموت بسهوله ولا ايه؟ بيرتبكوا كلهم وبيقولوا صحيح احنا ما شفناش اودين اذا كان مات ولا لا لما جرينا من الاعدام. بتحاول كيكيو انها تفوقهم وبتقول لهم ان ده مش صحيح وان دي خدعه اكيد، لكن بيكلمها وبيفكرها بذكرياتهم مع بعض. بيركع كيمون على الارض قدام اودين وبيتاسف عشان ما قدرش يحمي بلد وانو. بيقول اودين اننا لازم نروح مع بعض عشان نحرر بلد وانو واننا هنحارب كايدو تاني زي ما عملنا قبل كده، لكن اشورا ورايزو بيشكوا فيه وبيوقفوا كيمون والباقيين وبيقولوا ان ده مستحيل وان ده مش اودين وده اكيد شخص تاني ومنتحل شخصيه اودين. بيقول كيمون انت عرفت ازاي؟ بيقول له انا فاكر كلام توكي انها تنفع تبعت الناس للمستقبل لكن ما تعرفش ترجع حد من الماضي او هي ترجع للماضي. بيقف اودين وبيفضل يقول لهم كلام حلو عن بعض وبيقول لهم بلد وانو انتظرت لمده 20 سنه عشان نحررها ولازم نحررها دلوقتي، لكن اشورا بيرفض وبيهاجم على اودين وبيقدر يجرحه في وشه، لكن بيشوف ان الجرح ما بينزلش دم وبيقدر اودين يطعن اشورا بالسيف اللي معاه وبيوقعه على الارض. وفجاه دانجيرو بيغضب جامد وبيهاجم على اودين هو كمان. بعدها بنشوف ان ده رسم من كانجورو وبيتحكم في الرسم ده من بعد وبنشوف كانجورو وهو بيجري في الممر ومش عارف رايح فين. نرجع لزورو وبنشوف البيج مام وهي بتضربهم بالرعد بتاعها وبتوقعهم كلهم على الارض. بيهاجم لوفا على كايدو لكن بيضربه على طول وبيطيره بعيد. بيقفوا كلهم وبيقولوا ان اتنين من اليونكو امر صعب وكمان كل الهجمات اللي هجموا عليهم ما اثرتش فيهم خالص. بيقول له انهم لازم يفصلوهم عن بعض عشان يقدروا يهزموهم هما الاثنين، لكن كايدو والبيج مام بيفضلوا يضحكوا عليهم وخلاص. نرجع بقى لكيمون وباقي الساموراي وفجاه اودين بيشيل اللبس بتاعه وبيطلع انه مخبي متفجرات في جسمه وعاوز يفجرهم كلهم. بيجري اشورا عليه وبياخده وبيجري بيه بعيد عنهم وبيقول لهم ان مهمتكم دلوقتي انهم يشوفوا مومونوسكي فين ويحموه، وبينط ابن المبنى وبينفجر اشورا هو وايدين انفجار جامد جدا. اشورا ضحى بنفسه من اجل اصدقائه. بيقفوا باقي الساموراي تاني وبيشوفوا اشورا وهو مرمي على الارض والدم عمال ينزل من كل مكان وباين انه مات. بيغضب كيمون جامد جدا وعمال يضرب بايديه الاثنين على صاحب اللي مات قدام عينيه، بيقسم انه هيقتل كانجورو. في الوقت الحالي بنشوف كانجورو وهو بيجري وعمال يقول انه مش هيرتاح غير لما يقتلهم كلهم، هم سبب المعاناه اللي انا كنت فيها، عائله الكوزوكي لازم يدفعوا الثمن كلهم باي وسيله. بعدها بنشوف شخصيه بتشبه اوروتشي وبيرمي برميل على الارض وبيولع في المكان كله والمكان كله بيولع من حواليه. بنشوف كيمون وباقي الساموراي وهم كلهم بيخرجوا من المكان وبيدوروا على كانجوري ومومونوسكي، وهم ماشيين بيلاقوا كارثه جاك في وشهم. كيمون وباقي الساموراي بيجهزوا عشان يحاربوه، لكن بنشوف الصدمه، جاك قتل كل قبيله المينك. قبيله المينك عرفت ان جاك رايح للقائد بتاعهم والساموراي لما كانوا متصابين من محاربه كايدو وراحوا عشان يوقفوه، لكن جاك هزمهم كلهم وطحنهم كمان. بيغضب انوروشي جامد عشان اتباعه وبيطلب منهم انهم يسيبوه ويمشوا وهو هيهزم جاك وياخد بطار اتباعه، وفعلا بيسيبوه وبيمشي وبيقف جاك في مواجهه انوروشي. نرجع لكوين وهو واقع على الارض لكن بيقوم يقف تاني وبيقول انت ضربتني يلا ده انا هطلع عينك. بيطلع الليزر بتاعه من بقه ولسه هيهاجم عليه لكن بيطير ماركو عليه وبيديله ضربه قويه جدا بتطيره هو بعيد. نرجع لاتباع كايدو وهم بيطفوا النار لكن وفجاه بيظهر اوروتشي وبيقتل فيهم، لكن ازاي وده كايدو قطع راسه قبل كده؟ وكمان بنشوف رئيس النينجا بتاعه معاه وماشيين هما الاثنين وبيقولوا انهم هيولعوا في المكان كله. نرجع لكايدو والبيج مام والهاكم حوج جسمهم من كل مكان وبتقول البيج مام لكايدو ايه رايك لو نهاجم عليهم الهجوم المشترك بتاعنا ونشوف مين هيتبقى منهم. بيقفوا هما الاثنين وبي
بيفعلوا الهاك بتاعهم جامد جدا لدرجة ان الارض بتحمر من تحتيهم والهواء بيكتر في المكان. وفجأة هجوم جبار بيتدرب عليهم، الطاقم كله مش عارف يعمل ايه عشان يتفادى الهجوم ده. وفجأة بنشوف البطل بتاعنا، ايوه ده زورو، الراجل الذي سيصبح اقوى سياف في العالم. زورو بينط في قلب الهجوم وبيحاول يصد كله لوحده. زورو جسمه بيحاول يرجع لورا من شدة الهجوم، لكن وفجأة زورو بيستخدم قوته الكاملة وبيبعد الهجوم عنهم كلهم وبيطيروا في السماء كمان، وبينجو اخيرا من الهجوم الكاسح ده. عاش يا ابني وربنا البيج مان، وبيقولوا انا مش سامع صوت حد منهم، اكيد ماتوا كلهم. لكن ده على مين اصلا؟ ومين ده اللي مات يا عم مليونكم؟ ده كله نجا من الهجوم بسبب نائب ملك القراصنه زورو. بنشوف لو وكابتن كيد وهم بيشكروه على انقاذ حياتهم من الهلاك ده، لكن زورو بيكون تعبان شويه بسبب الهجوم. وفجاه بنشوف لوفي وهو بيطير في السماء وبيفعل هاك الريو في ايده وبيهاجم على كايدو، لكن كايدو بيتفادى ضربته وبيضحك لوفي وبيقول له انت بتتفادى ضربتي؟ اكيد بتوجع صح؟ لكن كايدو بيغضب جامد وبيضرب لوفي ضربه قويه جدا بترزعه في الارض. نرجع لكيمون وهم ماشيين وبيلاقوا اوروتشي في وشهم. طبعا اوروتشي بيفضل يتنمر عليهم شويه حد ما فجأة بيتحول اوروتشي لشكل التعابين بتاعه وبيهاجم عليهم وبيقدروا يقطعوا كل الرؤوس بتاعته ما عدا راس واحدة بس. بيجري كيمون عليها بهجوم قوي جدا وبيقدر يقتله. بيقف رايزو في مواجهة رئيس النينجا تبع اوروتشي وهم بيكملوا. نرجع لكايدو ولوفي وهم الاتنين عمالين يهاجموا على بعض بضربات قوية جدا لحد ما كايدو بيجري عليه وبيضربه ضربة قوية جدا، بيحاول لوفي انه يصدها لكن بيطير بعيد. بيقف كايدو وبيفعل الهاك عليهم وبيكون قوي جدا. بيقول لهم انا مش مستمتع بالقتال ده خالص، فين قوتكم اللي كنتوا بتتفخروا بيها من شويه؟ وبتقول البيج مام لكايدو كفايه لعب معاهم كده ويلا بينا نقتلهم فورا. بيطلع لوفي وبيقول لها ده في احلامك ان شاء الله. بتهاجم البيج مام وكايدو عليهم هما الاثنين. بيحاول لوفي انه يصد ضرب كايدو لكن بدون اي فايده وبيطير بعيد كمان، وكمان البيج مام بتهاجم على الطاقم بضربه قويه جدا. بيحاول انه يصد ضربتها لكن ما بيعرفش وبتنفجر فيه كمان. بيطير كايدو في السماء وبيهاجم على لوفي بهجوم النار بتاعه وبيحصل انفجار جامد جدا وكله هزم ومرمي على الارض من شدة الهجوم بتاعهم. ايه القوة الجبارة دي يا كايدو؟ بيقف كايدو قدامهم وبيقول لهم فين القوة اللي عندكم اللي كنت بتقولولي عليها؟ بيقف لوفي وبيقول له انت صحيح قوي لكن احنا مش هنستسلم ابدا. بيقول له ماشي مش هتستسلم، طب يلا خد يا نيجا. وبيهاجم كايدو على لوفي، لكن لوفي بيحاول يصد ضربته وبيجمع كل الريو بتاعه وبيهاجم على كايدو وبيبعده كمان. بيقول انت فاكر اننا هنسيبك تقتلنا؟ انت بتحلم يا نيجا. بيفعل لوفي الهاك بتاعه في المكان والمكان كله بيقلب احمر، وبيفعل الريو على جسمه وبيهاجم على كايدو، وكمان كايدو بيفعل الهاكي وبيهاجم هو كمان. بيضربوا بعض ضربات قويه جدا وضربه من هنا على ضربه من هنا والحماس بيكون عالي من كل مكان لحد ما البيج مان بتغفل لوفي وبتديله ضربه قويه جدا بتطيره بعيد، ولسه هتضربه بالسيب بتاعها لكن بيجي زورو وبيصد هجومها، وكمان كيلر بيهاجم عليها هي كمان. وبيطير كايدو وبيهاجم عليه بالنار بتاعه والمكان كله بيولع، وبيطير لوفي بعيد في السماء من شده الهجوم، لكن وفجاه بيجي المجانين التانيين وبيمسكوه من ايديه وبيقولوا له تري يا نجم وهاجم عليه تاني. بيطير لوفي وبيهاجم على كايدو بهجوم سريع جدا لكن كايدو بيصدها وبيطير هو ويركز الهاك بتاعه في ايده وفي جسمه وبيهاجم هو عليه. بيحاول لوفي انه يسد هجومه لكن بدون اي فايده مع كايدو. يا مان ده كايدو يا ابني ما بيهزرش. كيد ولو بيعملوا خطه مع بعض، بيعمل كايدو صندوق مقفول من كل مكان ولو بيستخدم قدرته بينقل زيز جواه كده البيج مان مش هتعرف تطير ولا هتنزل البرق اللي كل شويه عمال يضرب فيهم ده. بيجري زورو وكيلر على البيج مان وبيقطع زورو الشمس بتاعتها نصين. ده بس كده؟ لا والله، ده بيفضل زورو يقطع فيه لاجزاء صغيره عشان ما يرجعش نفسه تاني. والكيلر ماسك السيب بتاعه وعمال يجري وراه ويهاجم عليه، بياخدوا كل اسلحه البيج مان منها عشان ما تعرفش تضربهم تاني. بيهاجم كده عليها من ظهرها لكن بتقول له ايه الهجوم التعبان ده، وبتجري عليه وبتديله ضربه واحده بتدمر الارض من تحت بيه، لكن بيصدها بوشه وبيستخدم قدرته وبيركب لها حديد في ايديها وبيطيرها في السماء. عاش يا ابني وربنا. وكمان لو بيضربها بصخره من الارض وهي طايره وبيطيرها بعيد. بتنزل البيج مان على الارض وبتحاول توقف نفسها لكن بيجي زورو بيقطع الارض من تحتها وبتتدمر كمان. بيطلع البيج مان من فوق السطح ونازله للبحر وزيس محبوس ومش عارف يخرج، والشمس مقطعه لاجزاء صغيره والبيج مان بتقع في البحر وبتغرق. ولوفي مرمي على الارض وفاقد الوعي وكايدو واقف قدامه عمال يبص له. بيبص كايدو كده حواليه ومش لاقي البيج مان، بيقول هو انا لازم اعمل كل حاجه بنفسي، امال انت اسمك يونكو ازاي؟ بيجري على زورو وعاوز يضربه لكن بيشوفه لو وبينقله وبيهاجم هو عليه.
يقف تاني وبيهاجم على لو. لو فاكر ان كايدو زي البيج ماما هيسد هجومه زي ما عمل معاها، لكن بضربه واحده بيدمر الحاجز بتاعه وبيلزقه في الحيط كمان. بيحاول كيلر يقطع الشمس لكن بيهرب منه، هو فاكر نفسه زورو ولا ايه. بيقول زورو لو انقل الشمس هنا، لكن لو بيكون تعبان ومش قادر ينقل حد. بنشوف البيج مامو وهي في البحر وبتغرق، لكن وفجاه بنشوف قوه الشمس بتاعتها بتنزل لها تحت في البحر، ودي اكتر حاجه ما عجبتش العالم كله. وكان في كلام كتير على السوشيال ميديا بسبب ان الشمس نزلت تحت البحر وان الكاتب خرب في الحته دي، مع ان في المجنة غير كده. في المجنة قبل ما البيج مام تقع في البحر بتيجي الشمس وبتنقذها. المهم ان الشمس بتقدر تطلع البيج مام من البحر وبتنقذها اخيرا، وبتتجه يم كايدو. بنشوف كيدو وهو واقف مستني البيج مام تيجي عنده ومجهز كل الحديد بتاعه. نرجع للبيج مام وبنشوف الشمس اللي معاها بتقول للبيج مام ان دلوقتي زيز بقى عديم الفايده، لكن في خطه عنده وعاوز يقول لها عليها. بيقول لها ليه ما تصنعيش سحابه رعديه تانية غير زيز؟ وفعلا البيج مام بتقتنع بالفكره بتاعته. وبنشوف كايدو عاوز يقتل لوفي وهو فاقد الوعي. بيقول زورو يا نموت مع بعض يا نعيش مع بعض. كايدو اللي قدامك ده القبطان بتاعي، سيبك منه وتعالى اقطع راس انا. بيقف زورو وبيستعد وبيركز كل قوته والهاكي بتاعه في ايده وبيستخدم تقنيه اشوره. بيجري زورو عليه عشان يضربه، لكن كايدو بيضربه بهجمات سريعه ورا بعض، لكن زورو بيصدها كلها. وفجاه بيهاجم زورو على كايدو باسلوب مسرح الاموات بتاعه وبيقدر يقطع كايدو. بيقف كايدو هو مستغرب من قوه زورو وبيقول انت كمان بتستخدم الهاكي الملكي. بتشوف زورو هو مستغرب وبيقول له انا ما اعرفش انت بتتكلم على ايه، انا كل اللي عملته اني ضربتك بكل قوتي بس. بيقع زورو على الارض وخلاص ومش قادر يتحرك تاني. بيروح كايدو يمت زورو وعاوز يضربه، بينادي له على زورو انه يهرب او يبعد عنه، لكن كايدو بيفعل الهاكي بتاعه جامد جدا في المكان وبيقول له ما تتعبش نفسك وتستخدم قدرتك. وفجاه بيضرب زورو ضربه قويه جدا، وفي نفس اللحظه بيجري على لو بسرعه البرق وبيضربه هو كمان، وزورو بيفقد الوعي من شده الضربه وخلاص مش قادر يقف تاني. بيقول كايدو انكم لو انضميتوا ليا من البدايه لكنا سيطرنا على العالم كله. بيسمعوا لوفي وبيقوم يقف تاني، بيقول له ننضم ليك؟ انت بتحلم كده، احنا عندنا نموت ولا ننضم لشخص زيك. وبيقف هما الاثنين يبص لبعض. نرجع للبيج مام وهي عليها ضحكة خبيثة وما شاء الله عليها يعني، وفجأة بتطلع روح من جنبها وبتضربها في الرعد اللي في السماء. وفجأة الرعد عمال بيتدرب من كل مكان، وبنشوف ان البيج مام بتصنع سحابة رعدية جديدة بدل زيوس اللي مبقاش ليه لازمة دلوقتي، لكن بتكون شكلها قوي جدا. وهي واقفة وبتشوف كيد وكيلر وبتضرب البيج مام كيد بقوة البرق بتاعها الجديدة دي، وبتكون قوية جدا جدا جدا. نرجع لنامي واوسب ولسه بيجروا من بيج وان وعمال يجري وراهم لحد ما نامي بتضربه بالرعد بتاعها وبيقدروا يهربوا منه. نرجع لكيد وفجأة بيلاقي نفسه في القلعة تحت، وبيقول كيد اننا لازم ما نرخيش دفاعنا ولو للحظة واحدة. وهم واقفين بيلاقوا زلزال بيحصل من تحتيهم، وبنعرف ان البيج مام بتدور عليهم وبتدمر في المكان كله معاها. بيجري كيد وكيلر وعاوزين يروحوا للبيج مام قبل ما تطلع على السطح عند كايدو، وهم ماشيين وفجأة بيهاجم عليهم هوكيز لكن بيتفادى ضربته في اخر لحظة. بنشوف وهو بيبقى عاوز يقتله بسبب خيانته ليه، لكن كيلر بيقول لكيد روح انت للبيج مام وسيبني انا اتعامل مع هوكيز ده. بيقف كيلر في مواجهه هوكيز، وبنشوف هوكيز وهو بيتحول لقوه الوحش بتاعته عشان يحارب كيلر. نرجع للوفي وهو بيفتكر كلام ياهاغورو انه يهدى وما يتعصبش ويخلي الهاكي يغلف جسمه من الداخل ويخرجه في وقت الهجوم بس. بيقول لوفي لكايدو ان فهم هو بيعمل ايه وان هو بيغلف نفسه بلون الهاكي الملوك الاول قبل ما يضربه. شرح سريع كده عن الهاكي لحد علمي، اللي احنا شفناه حاليا هو الهاكي الملكي، والهاكي الملكي ده ليه ميزات كتيره زي انك بتقدر تصلب جسمك بالكامل وبيكون عباره عن حديد، وكمان بيقدر الشخص اللي بيمتلكه بيطلق هاله كبيره جدا من عينه بتخلي كل الاشخاص اللي بيكونوا ضعاف يفقدوا الوعي، وبيقدر كمان انه يضرب الاشخاص اللي اكلين فواكه الشيطان اللي من نوع لوغيا. ثانيا هو هاكي الدرع، وده بيكون مشتق من الهاكي الملكي، لكن ميزه هاكي الدرع ده انه بيعمل درع خفي للشخص نفسه لدرجه انه بيقدر يضرب الاشخاص بدون ما يلمسهم او يصد ضربتهم بكل سهوله. ثالثا هو هاكي الملاحظه، وده برضه مشتق من الهاكي الملكي، لكن ميزه الهاكي الملاحظه ده انه بيقدر يلاحظ الضربه من على بعد او يقرا المستقبل زي ما شفنا عند هاكي كاتاكوري، وطبعا كل ما بيكون اقوى بتقدر تكتسب قوه اكبر. رابعا وهو هاكي الريو، وده برضو مشتق من الهاكي الملكي لكن ده بيختلف شويه. هاكي الريو هو عباره عن قوه تعزيزيه للهاكي الملكي، يعني هو انك بتخليه يتدفق من داخل جسمك ويغلف الهاكي الملكي ذات نفسه، وده بيشكل هاله حوالين جسمك وبعدها مع الهجوم بيتقلب لطاقه روحيه، هي انك بتضرب الشخص من داخل جسمك
جسمه، مش زي الهاكي الملكي اللي بيقدر يضرب خصمه من الخارج فقط. خامسا هو الهاكي الملوك او الهاكي الاسمي، وده بقى هو انك جمعت 4 ميزات دفعه واحده، وبهاكي الملوك يبقى 5 ميزات، ولما بيجمعوا كلهم مع بعض بتديك ميزه واحده وهي الهاكي الملوك او الهاكي الاسمي فقط. ولما بتكون كل الميزات دي منهم قويه جدا بتكون في مستوى تاني من القوه. طبعا لوفي بيقدر يستخدم ال5 ميزات دول، لكن ما بيكونوش بقوه كايدو اللي مطور ال5 ميزات دي بشكل فظيع جدا. وده غير كمان اللون الهاكي اللي منهم الازرق والاحمر، والازرق اللي شفناه بيكون اقوى من الاحمر، لكن ده برضو بيتطور مع الميزات. وكمان حاجه سريعه عن الهاكي العادي اللي بيستخدموه بعض الناس اللي ما بيقدروش يستخدموا ال5 ميزات، ودول انهم بيقدروا بس يستخدموا ميزه واحده او اتنين، واشهرهم اللي بيكونوا مركزين على هاكي الدرع وهاكي الملاحظه، وبرضو ما بيكونوش اقوياء جدا زي اللي عنده الهاكي الملكي. عشان كده اللي بيكون عنده هاكي ملكي بيكون متميز جدا عشان الميزات اللي عنده دي، بس برضو على حسب تدريب الشخص ده، يعني بيكون عنده الامكانيات انه يحصل على ال5 ميزات دول، لكن من شده التدريب القاسي اللي المفروض يتدربه او الكتلات اللي المفروض ياخدها بيكتفي بس بواحده او اتنين بالكتير. يعني نرجع بقى لكايدو، بنشوفه هو بيضحك وبنشوف قوه الهاكي بتاعته الجباره، وكمان بياكد على كلامي ان في بعض الناس فقط هم اللي بيمتلكوا القوه دي او انه يقدر يوصل للمرحله من القوه دي، وبيجمع قوته وبيهاجم على لوفي. لوفي بيفتكر تدريبه، لوفي بيفتكر هزيمته الاولى، لوفي بيبدا يسيطر على خروج الهاكي من جسمه، وفجاه بنشوف لوفي وهو بيصد ضرب كايدو بدون ما يلمسه حتى. بنشوف لوفي وهو بيهاجم على كايدو وهو بيغلف نفسه بالهاكي الملوك، وبيهاجم على كايدو برضه بدون ما يلمسه تاني، وبيقدر اخيرا يضرب كايدو ضربه قويه جدا بتوقعه على الارض. بيقول لوفي لزورو ولو شكرا لانكم دفعتوا عني وانا فاقد الوعي، خد زورو وانزل لتحت وانا ههزم كايدو باي تمن. وبيقف كايدو تاني وبيغلف لوفي نفسه بالهاكي تاني، وبيتحارب هو وكايدو بضربات بدون ما يلمسوا بعض تاني. نرجع لشنوبي، وبيكون قدروا انهم يستخبوا في مكان ما داخل القلعه. بيتصل بيهم كيمون وبيحذرهم من كانجورو وانه بيدور على مونوسكا عشان عاوز يقتله. نرجع لنامي اوسب، وبيكون بيج وان راكب على ديل الكلب بتاعهم عشان تعب من الجري، ونامي اوسب نازلين فيه ضرب لحد ما بنشوف اوسب وهو بيضرب بيج وان بمتفجرات كانت معاه، لكن بيطلع بيج وان من النار وبيقول له وحيات امك ما حلك. واوسب ونامي واتاما بياخدوا الكلب وبيطلعوا يجروا مع بعض، وهم ماشيين بيخبطوا في البيج مان، واول ما بتشوفهم بتقول لهم انا فاكراكم انتم منتقم قبعة القش صحيح، لحد ما اوسب ونامي بيفقدوا الوعي، لكن اوتاما بيكون عارفها وبيسلموا على بعض، وبتتجاهل اوسب ونامي تاني. بتقول البيج مام هي الست اللي جابت لي الاكل دي كويسه ولا فيها حاجه، لكن اوتاما بتقول لها ان البلد دي اتباع كايدو هجموا عليها ودمروها كلها، وبتغضب جامد جدا وبتكون مولعه من الغضب. وفجاه بيج وان بيجي وعاوز يهاجم عليهم، لكن البيج مام بتفعل الهاكي بتاعها وبتهاجم على بيج وان ضربه قويه جدا. وبتقتله. نرجع لكايدو ولوفي نازل فيه بضربات سريعه ورا بعض، لكن كايدو بيصدها كلها، وبعدها لوفي بيضخم ايده تاني وبيهاجم عليه مره تانية، لكن كايدو بيصدها برضه. نرجع للسانجي اللي بيكون شايل زورو على ظهره وبيكون متجبس من كل مكان بسبب الاصابات اللي كانت عنده، وبيكون اتباع كايدو محاصرينه، لكن بيقدر سانجي انه يضربهم كلهم. نرجع لكوين وتشوبر، وكوين نازل ضربه على تشوبر بالمسدسات اللي ببقه لحد ما تشوبر بيسدد لكمه قويه جدا لكوين، لكن بتكون عاديه بالنسبه لكوين. وبنشوف بيروبيس وهو بيضرب على تشوبر بأسهم من الحلويات بتاعته وبتيجي فيه. نرجع للبيج مام، وبنشوف اوليتي وهي بتهاجم على الكلب بتاع اوتاما وبتقدر توقعهم على الارض، وبتفضل تضرب في الكلب عشان خلاها تجري كتير هي واخوها، وبتحاول اوتاما انها توقفها لكن اوليتي بتضربها، وبتيجي البيج مام وبتقف قدامها ولسه هتضربها، بتيجي نامي من وراها وبتضربها بالرعد بتاعها وبترميها على الارض، وبتنتهي الحلقه على كده. وان شاء الله هنستنى الحلقات اللي لسه هتنزل. طب يا جماعه احنا كده خلصنا ارك وانو ومفيش اركات تاني بعده، يلا حددوا الارك الجاي وعاوزين نخلصه. ما تنساش انك تعمل لايك واشتراك وكومنت، وما تنساش تقدر تعبي باللايك والاشتراك والكومنت. لو وصلت لحد هنا يبقى شكرا جدا جدا.